الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة، أحييكم بحي الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أمن وأنتم بخير. حدثنا عما يجري من أعداء الإسلام ضد الإسلام، وأقول بكلمة موجزة أننا منذ أسابيع استبشرنا يوم أعلنت مباحث أمن الدولة أنها ضبطت سفينة يملكها جوزيف ابن مطران كثرة إيرية بورسعيد. وقالت مباحث أمن الدولة أن هذه السفينة محملة بأطنان من الذخيرة ومن الأسلحة قادمة من إسرائيل. وأرى بعض المضللين أن يهربوا هذا المجرم خارج مصر، ولكن وزير الداخلية حبيب العبد أصدر قرارا باعتقال هذا المجرم. ولكنني طالبت أمن الدولة التي تقوم بالنيابة الآن بالتحقيقات أن تكشف لنا عن محتويات هذه الباخرة، وإلى أين كانت هذه الأسلحة ستخزن. فقل إذا كانت هذه الباخرة تم ضبطها فكم من بواخر قبلها دخلت وغفل عنها. كما قل أن هذه الأسلحة المخزنة في الأديرة ومخزنة في الكنائس. قلت ولازلت أقول إذا كانت هذه الأسلحة التي دخلت في مصر وخزنت كما قلت في الأديرة وفي الكنائس، قلت لشنودة هذه الأسلحة لا ترهبنا من قبل ولا من بعد. وقلت له إذا كنت تريد فتنة في مصر، وإذا كنت تريد مصر العربية قامة السؤال المهجرة الواحدة في التصدي لغطرسة شارون، ومع هذا تمكننا بفضل الله أن نقضي على شارون وقوة شارون. فإذا كانت مدينة السويس فقط تستطيع أن تتصدى لست ألوية وستمية دبابة، فعلا من أجنودة لا تنفعك ولن تفع لا أمريكا ولا إسرائيل ولا أقباط المهجر وغيرهما الذين يحرضونك على عمل فتنة داخل مصر. فتعب مصر بأجمعه
لمصر وسلامة مصر وكل مواطن في الأرض مصر. ولكن شنو ده؟ نصب نفسه رئيس جمهورية الأطباق، وأصبح الآن في مصر محمد حسني مبارك، وكأنه ليس له ولاية على أطباق مصر. شنو ده؟ نصب نفسه الآن وكأنه الحاكم الثاني في أرض مصر. ونقول لهذا المغرور: إنك بتصرفاتك هذه لا تنسى ما قاله عنه الرئيس محمد أنور السادات عندما قال أنك قنبلة موقوتة تحت كرسي رئيس الجمهورية. وأذكر محمد حسني المبارك بهذا القول لمحمد أنور السادات: هذه القنبلة الموقودة يا محمد يا حسني المبارك لذلك موجودة برضه. والراجل بيقول أنا محدش يروي دراعي في مصر. أنا بكل صراحة أنا ماليش عارف بأي حق وبأي قانون تسلم أجهزة الأمن مواطنة أراد الإشارة الإسلامية ألا وهي كاميليا اعتنقت الإسلام وأصبحت مواطنة مسلمة في أرض مصر. أنا متأثر بأي حق سلمت أمن الدولة أو غيرها من أجهزة الإعلام هذه المواطنة إلى جنودها؟ من يمثل جنودها؟ من هو جنودها التي تسلم إليه هذه الفتاة؟ فإذا كان هناك أخطاء فلابد أن الأجهزة التي سلمت كاميليا ترجع كاميليا إلى 80 مليون مسلم. وأقولها